هو ايه قصة فيديو القط في الخلاط اللي قالب مواقع التواصل الاجتماعي ووجع قلوب كل اللي شافه؟ صدق او لا تصدق، مع الصحفي احمد الجدي. فيديو متداول لشاب حاطط قطة في الخلاط وبيضرب الخلاط بيها وهي بتستغيث وبتنونو وبأعلى صوت من غير طبعا ما حد يلحقها. الفيديو ده اتقال انه خاص بواحد صيني لان الكلمات اللي مكتوبة على الخلاط كان مكتوبة باللغة الصينية او اليابانية او اي لغة من لغات اسيا اللي احنا مش فاهمينها دي. بس يا ترى هل الفيديو ده حقيقي بجد ولا فيك؟ موقع ضيف ادل عامل تقرير بعنوان Is the cat in the blender still alive? Is the video real? بيتكلم فيه عن الفيديو ده، والتقرير ده بيأكد ان الفيديو مش حقيقي، واول مرة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد يوتيوب كان عام 2005. وبعد انتشار الفيديو بعامين اجرت منظمة امريكية شهيرة لمواجهة العنف ضد الحيوانات تحقيقا موسعا حوالين الفيديو ده، واكتشفوا ان الفيديو مش حقيقي وان القطة اللي موجودة فيه برضو مش حقيقية، وان الشاب استخدم تقنيات في الكمبيوتر عشان يظهر ان هناك قطة داخل البلندر والصوت كمان بتاعها عمله بالكمبيوتر، وان هناك تكملة للفيديو بيظهر ان البلندر مفهوش اي حاجة. على الجانب الاخر وفي تويتر تم نشر بيان من احد الاشخاص بيدعي ان هو اللي عمل كده في القطة، بس الغريب ان البيان بتاريخ 27 ابريل العام الحالي ومش ده الموعد بتاع الفيديو الاصلي. اسم هذا الشخص جاك سبايسي، وده الاعتذار بتاعه اللي بيقول فيه انه تم القبض عليه وتم توجيه اللوم عليه من الشرطة في بلاده، وكمان تم عمل محاضرات ليه عشان يبقى سوي نفسيا وما يعملش كده في القطة تاني. لو سألتني عن وجهة نظري الشخصية هقولك الكلام على تويتر ده فيك، لان الراجل اللي عاوز يقول الكلام ده عاوز يركب ترند الفيديو. والرواية الأصح هي رواية الموقع الأمريكي الشهير اللي ذكر تحقيقات الجمعية الأمريكية لمنع القسوة ضد الحيوانات، وذكر تاريخها وذكر كمان تاريخ الفيديو. لا للعنف ضد الحيوانات.